السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرح ثاني بنفس اليوم علشان خاطر لينكسويين. اليوم بتكلم عن برنامج توربي. المنهج شيء في توربي هذا برنامج خاص لتويتر، تمام؟ اعتقد في شيء ثاني ما ادري، اي في ايدنتيكا، تمام؟ اذا في احد يستخدم ايدنتيكا، لكن الاغلبيه او كعرب نستخدم تويتر اكثر. المهم البرنامج هذا ميزاته كثيره صراحه. اللي يعرف لينكس في برنامج اسمه جويبر وفي برنامج اسمه تشوكوغ. طبعا انا افضل تشوكوغ على الجويبر وعلى توربي سابقا، لكن الحين لا، توربي الافضل عندي. السبب انه اول شيء سريع، طبعا هذا اهم شيء باي شيء، انه يكون سريع افتح معك بسرعه. الشيء الثاني فيه اصوات حلوه، يعني لما تفتح البرنامج مثلا لما حد يسوي تغريده معينه يوصلك صوت التغريده، تمام؟ اذا حد رد عليك يجيك صوت تغريد مختلف، اذا حد سوى لك دايركت مسج برضو يجيك صوت تغريد مختلف. ايضا المميزات الموجوده بالبرنامج انه مثل ما انت شايف الحين بسيط جدا، يعني برامج الشبكات الثانيه شوي معقده تقريبا. هذا كانك داخل على برنامج مسنجر، تمام؟ فدخل اسم المستخدم، كلمه المرور، طبعا اسم المستخدم بالتويتر كلمه المرور، بعدين ريممبر ماي كريدنشال اللي هو الباسورد طبعا، او انك شيل هذا. عموما البرنامج فرنسي فراح تشوف بعض الاشياء المجتبي مثل اسمه، تمام؟ راح ندخل على الاعدادات قبل ما ندخل البرنامج نفسه. هذه الاعدادات، اذا في عندك بروكسي معين تستخدم بروكسي معين او اي بي اي بلا صح، فممكن تحطه هنا. طيب كونكت، طبعا قبل ما تسوي كونكت قبل كل شيء، انت لما تيجي تدخل على البرنامج هذا، طبعا راحت النافذه لاني سويت له مصادقه مع تويتر، لكن لما تجي تسجل دخول راح يفتح لك صفحه هنا بنفس المكان فيه تسجيل دخول بتويتر. تسجل دخول راح يعطيك رقم مكون من 6 إلى 7 ارقام، ما ادري. انسخ وانسخ الارقام بالخانه الموجوده تحت، راح تظهر لك تحت هنا. وضغط اوكي راح يشتغل معك البرنامج. تسوي كونكت نشوف المميزات. طبعا انا ارفع الصوت بس ما تسمعين، خلي اقرب الصوت شوي. طبعا انا بخليه على الريبلايز انا عشان ما بيفتح التايم لاين، يمكن في ناس ما تبي، لكن اللي بالريبلايز دول الناس يسمون عليهم. ندخل من هنا، نبدا من اول شيء اللي هو نضغط هنا راح يديك التايم لاين. طبعا هذا هنا في بعض الاشياء مثل البروفايل حقك اذا حاب تعدل الصوره، طبعا انت شايف صورتي انا ونظاراتي. اسمك، المكان، اذا كان عندك موقع معين، بعض المعلومات عنك ممكن تعدلها من هنا مباشره. في هنا بعض الفيفوريتس وهنا سيرش اذا كنت حافظ بحث معين، سيف خلاص. ايضا من عندك هنا فيه اذا كنت حاب تتابع شخص معين، فاضغط هنا بس واكتب اسمه وخلاص روح تابع. هنا تسوي تويت مباشره، تضغط هنا وتكتب اللي تبي، تمام؟ او ممكنك تسوي تويت من الايقونه حق البرنامج من تحت، من هنا تضغط باليمين تسوي تويت فتحت نفس النافذه. اوكي ممكنك حاب انك مثلا ترسل لشخص معين تويته هذه، فاضغط على اسمه بس. في هنا تويت بصوره، فممكنك ترسل صوره، تضغط هنا وتختار الصوره اللي تبي. هذه صور، ممكن تختار الصوره اللي تبي وترسل، تكتب اللي تبي هنا. طبعا نروح لبعض الاعدادات بعد الاتصال. طبعا كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3 اللي هن ذولي 1 2 3، تمام؟ بس مو بهذولي، هذول المدات هنا، خلنا ندخل هذول هنا، تمام؟ طبعا في كلام ما ادري ايش يبي، فما عليكم انتم، احنا اللي علينا من هنا، تمام؟ التحديث، تحديث الكولوم 1 اللي هو التايم لاين كل 3 دقائق، الريبلايز مثلا كل دقيقتين، الكولوم 3 اللي هو اليمين كل 15 دقيقة، تمام؟ طبعا اللي هو دايركت. في حاجة مهمة بعد، انه ممكن تخصص البرنامج اذا حاب تخلي هنا بدل الريبلايز يصير فيه مثلا ماي تويتس، راح اطلع لك من نص تويتاتي انا، تمام؟ تمام. في هنا ايضا ممكن تحط تايم لاين، ممكن تثبت على كيف اللي يعجبك. انا مخليه بالريبلايز. نروح لبعض الاعدادات نكمل. في نوتيفيكيشنز، طبعا طبعا الوايد مود اذا كنت حاب يكون عريض البرنامج، لكن ما حبيت الشغله هذه، تمام؟ عموما طلعت هذه وما كنت ابي تطلع. هذه النافذه اذا حاب انك تشوف الاعمده بشكل مباشر، تمام؟ فيه ايضا مينيمايز تراي اذا كنت حاب تصغر البرنامج لما تسكر ينزل هنا، فحط صح هنا. نوتيفيكيشنز اللي هي التنبيهات، طبعا اذا كنت حاب تسوي تنبيهات الريبلايز وغيره. هذا التايم لاين طبعا حط صح.
حط صح هنا كلهن، حط عليهن صح. إذا كنت حاب تسلم تنبيهات بين كلهن، إذا كنت حاب تلغي التنبيه من العمود هذا شيل علامة الصح. في تنبيه للصوت اللي يطلع إذا سويت دخول، هذا هو. إذا كنت حاب تلغي الأصوات شيل هذه بس. سيرفيسز هذه طبعا مهمة بالنسبة لي، ماذا عنكم، اللي هي الموقع اللي يصغر الروابط، ممكن تختار الرابط اللي تبيه. الموقع صغر طبعا الأشهر اللي تايني يو ار ال، بس أعتقد إنه حجب عندنا، فبستخدم إزنا. في عندك تويتبيك ممكن تستخدم إذا كنت عندك حساب الواي فروغ، أو إنك حاب ترفع الواي فروغ ممكن تختار هذا. أنا استخدم تويتبيك. في عندك هنا ميوت، ممكن تختار شخص معين. يعني بعض الناس تغريداته كثيرة ما شاء الله عليه، فيزعجك شوي ويط 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 ويط، فممكن إنك تختار وتشيل التويت عنه. مثلاً ما في أحد يمون عليه، مثلاً بلوهي طبعاً محترامي له صديقي، لكن بس مجرد إني يمون عشان ما حط أحد ثاني يزعل. في عندك ويب براوزر، إذا كنت حاب طبعاً فيها روابط، لما تضغط على الرابط خلو ديفولت ويب براوزر، إذا كنت حابه يفتح بنفس المتصفح أو اختر متصفح ثاني، مثلاً شبيه ذا جوجل كروم. تمام، راح لما تضغط على الرابط راح افتح جوجل كروم، مثلا جوجل كروم رسم ركبته عندي انا. هذا الاي بي اي بروكسي تكلمت عنه انا بالبدايه. تمام، انا ما ادري ليش ما حد غرد عشان تسمعون صوت التغريدات. تمام، لكن ان شاء الله غرد احد الحين. يلا تحرك بنموت هو ما جاء صح. الى هنا انتهيت. هنا بعض المعلومات اللي كنت حابب تشوف الستارت البرنامج، ستارت البرنامج هذا 1.5. هذا الموقع اذا كنت حابب تروح، لكن بيني وبينكم انا رحت لقيته فرنسي فطلعت على طول، ما ادري هو فرنسي بس تقريبا فرنسي الموجود. شكرا لكم. تعرفون شو تسوون صح، اشتراك وذولي ها. يلا مع السلامه.